وللمناقشة أيضا حول تحرير الحديدة بشكل أوسع عن هذا الموضوع معنا من عبر الهاتف الدكتور تركي القبلان، رئيس مركز ديمومة للدراسات الاستراتيجية والبحوث. أهلا بك أستاذ تركي. بلا شك تحرير الحديدة سينهي معاناة اليمنيين فيها من انتهاكات الحوثيين المستمرة. كيف ترى أهمية عودة الحديدة، مدينة الحديدة، إلى الشرعية اليمنية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييك أخي الكريم وأحيي السادة والسيدات المشاهدين خلف الشاشات. طبعا اليوم التحالف يعني دخل إلى، أنا أعرفها بسلة الأهداف الاستراتيجية. الحديدة تعتبر هدف استراتيجي لأنها المعقل الاقتصادي للحوثي، وقبل صعدة تعتبر هدف استراتيجي لأنها معقل الحوثي الروحي، وطبعا صنعاء تأتي فيما بعد بإذن الله تعالى كهدف استراتيجي لأنها معقل الحوثي السياسي. نعود إلى الحديدة. الحديدة طبعا لها أهمية بمكان لأنها تعتبر سلة من الدخولات إلى الحوثي ليعزز بها مجهودها الحربي. لها تنوع خاص زراعي وصناعي، ومن ثم الميناء، ميناء الحديدة، واستغلها إلى جانب يعني مداخيل هذا الميناء. هناك كذلك عملية التهريب للصواريخ البالستية إلى اليمن، وبالتالي استثمارها ثم إطلاقها إلى المملكة العربية السعودية. طبعا دكتور تركي، نعم دكتور تركي، نلاحظ أنه يصاحب هذه المعركة منذ البداية تخطيط وخطة استراتيجية وتحرك إنساني من قبل قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية للاستعداد لمعالجة الحالات الإنسانية هناك وتقديم المساعدات لكل المحتاجين في مدينة الحديدة منذ هذه اللحظة. طبعا التحالف أساسا تبنى من بداية يعني انطلاقة عاصفة الحزم ما يعرف باسم المواجهة الاستراتيجية الغير مباشرة. الغير مباشرة لماذا؟ لأن هناك التحالف يقود مسألة أخلاقية في هذا الجانب لتلمس البعد الإنساني في هذه المواجهة، حتى نعم. يكون طيب. هناك تبعات على نعم، انتهى الوقت. أشكرك الدكتور تركي القبلان، رئيس مركز ديمومة للدراسات الاستراتيجية والبحوث. شكرا لكم.